علاج السحر، كيف يعالج السحر إذا أصيب شخص بسحر؟ فكيف يعالج؟ هل يذهب إلى السحرة ويتعالج عندهم أم ماذا؟ الجواب: لا يجوز أن يذهب إلى السحرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة، والنشرة هي علاج السحر، المسحور ماذا يعالج؟ لما سئل عن علاج السحر وهو النشرة، قال: هو من عمل الشيطان. النشرة من عمل الشيطان، التي هي علاج السحر بسحر مثله، هذا من عمل الشيطان. وقال الحسن رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر، والساحر لا يجوز الذهاب إليه ولا يجوز تصديقه، لا يجوز تصديقه والذهاب إليه والرضا بسحره، لأن من ذهب إليه ورضي بسحره وأقره كفر مثله، من رضي بالكفر فهو كافر. فلا يجوز لمن أصيب بالسحر أن يذهب إلى السحرة ليتعالج عندهم. إذن بماذا يتعالج؟ يتعالج بما جعله الله علاجا، فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. يتعالج بالقرآن، يتعالج بالقرآن بما تعالج به النبي صلى الله عليه وسلم، يتعالج بالقرآن. ومن ذلك أن يقرأ الآيات التي فيها ذكر السحر وبطلان السحر، مثل الآيات التي في سورة الأعراف في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، الآيات التي في سورة يونس في قصة موسى أيضا عليه الصلاة والسلام، الآيات التي في سورة طه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، يقرأها بنية صالحة وإخلاص لله عز وجل، وينفذ على نفسه، أو يقرأ عليه، أو يقرأ عليه من القرآن، ويتقرأ عليه أيضا فاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب رقية، تقرأ عليه فاتحة الكتاب أو يقرأها على نفسه، تقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تقرأ عليه وتكرر، ويقرأه على نفسه ويكرر هذا ويكرر عليه بالرقية حتى يذهب الله بابه. فيتعالج بالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل، هذا هو العلاج. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا عرف من الأدوية أيضا دواء ينفع في علاج السحر فليستعمل، كبعض الأعشاب، بعض الأدوية المباحة والأدعية والتعوذات الشرعية، وفي ذلك غنى للمسلم إذا صدقت نيته وصلحت سريرته وقرأ القرآن أو قرأ عليه القرآن بنية صالحة وحضور قلب، فإن الله يشفيه ويعافيه. وكذلك الأدوية التي ثبت منفعتها وليس فيها سحر وليس فيها شعوذة وثبتت بالتجربة أنها تنفع، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن فالسحر يعالج بالقرآن وبالأدوية المباحة وبالتعوذات الشرعية، ومن توكل على الله من توكل على الله كفاه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالحاصل أن من ابتلي بمرض السحر فإنه لا يجوز له أبدا أن يذهب إلى السحرة، وإنما يتعالج بالقرآن ويتعالج بالأدوية المباحة التي جربت ونفعت بإذن الله، يتعالج بالتعوذات والأدعية الشرعية التي تعوذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعوذ بها المسلمون، وهي معروفة وموجودة لمن طلبها وسأل عنها. ويستعمل المسلم الحيطة، يستعمل الحيطة من السحر وغيره، يستعمل الورد صباحا ومساء، يكثر من تلاوة القرآن، يحافظ على الصلوات المفروضة في الجماعة، يحافظ على طاعة الله عز وجل. فمن حفظ حدود الله حفظه الله، قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه ويعمل الحيطة بلزوم الطاعة ولزوم الأذكار، يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من الورد من القرآن صباحا ومساء، يكثر من الدعاء، يلجأ إلى الله عز وجل. فإن من لجأ إلى الله واستعاذ بالله أعاذه الله، يبتعد عن الأشرار
وعن قرناء السوء، يبتعد عن مجالسهم وعن مخالطتهم، ويصاحب الأخيار ويلازم الطيبين، فبذلك يكون قد عمل الاحتياط لنفسه والوقاية لنفسه، فلا يصيبه شيء بإذن الله عز وجل. إنما يصاب الإنسان الذي أهمل نفسه وتكاسل عن الطاعات وضيع الجمع والجماعات وخالط الأشرار، هذا هو الذي يبتلى ويصاب.